السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في آخر درس من دروس الوحدة الثانية اللي بتتكلم عن البروجكت كرييشن أو اللي هو إنشاء المشروع. إحنا ما زلنا حتى في المرحلة اللي هي الديفايننج أو تعريف البروجكت أو المشروع بتاعك. آخر حاجة هنتكلم عن دلوقتي اللي هي إزاي إن إحنا نعمل سيف للديفرنت فورمات، أو إن إحنا نحفظ بصيغ مختلفة. عشان نحفظ بصيغ مختلفة بنروح نعمل فايل وبعد كده سيف أز. يمكن كنا اتكلمنا قبل كده عن سيف أز، هنا في سيف أز بس هنستخدم فيها أوبشن جديد شوية، سيف أز كمبيوتر، بعد كده بنعمل براوز. لما بنيجي نعمل بس حفظ بصيغة جديدة أو بفورمات جديدة، في عندك تحت هنا في السيف أز تايب، في هنا نوع الفايل، طبعا هو باي ديفولت اللي هو بيكون نوعه بروجكت او الام بي بي كده. لو ضغطت هنا ممكن طبعا ان انت تحفظ بصيغ مثلا اصدار قديم عن 2013 او 2007 مثلا او 2003، او حتى تحفظ بشكل قالب بحيث انت تستخدمه مره اخرى بعد كده، او تحفظه حتى لو انت مثلا عاوز تطبعه لشركه او لمؤسسه او لفريق العمل بتاعك، فيفضل جدا انك تطبعه في شكل بي دي اف، تمام، بحيث ان انت ما حدش يقدر يعدل عليه. كمان ممكن تحفظه في شكل اكس ام ال فورمات، ده لو انت حابب ان انت تنقله يعني ما بين برنامج او ما بين اكتر من برنامج مع بعضهم. يعني ممكن الاكس ام ال ده تنقله مثلا تفتحه في الاكسل او تستخدم بعض المعايير منه في الاكسل، او حتى تفتحه على برامج البروجكت مانجمنت الاخرى، لان هتلاقي برامج اونلاين وبرامج عموما اداره المشاريع او برامج البروجكت بلاننج تخطيط المشاريع كتيره جدا. فممكن لو انت حبيت تنقل من برنامج الاخر ممكن تستعمل الفورمات اللي هي الاكس ام ال. احنا خلصنا كده الوحده الثانيه اللي هي البروجكت كرييشن او اللي هي انشاء المشاريع. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في الوحده القادمه ان شاء الله، الوحده الثالثه باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.